نتابع في الملف الاقتصادي استمرار العدوان السعودي الأمريكي في فرض الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي وأخبار أخرى نتابع. لا يزال العدو السعودي الغاشم وبيضاء أخضر من الأمم المتحدة يفرض حصارا على المطارات اليمنية متسببا بشلل حركة الملاحة الجوية في مطار صنعاء الدولي. وأكد مصدر في مطار صنعاء أن الحظر الجوي على مطار صنعاء لا يزال قائما دون أي مبررات من قبل الأمم المتحدة التي تحولت إلى شريك أساسي في حصار الشعب اليمني، مشيرا إلى أن ما تردد حول سماح تحالف العدوان باستئناف الرحلات الجوية غير صحيح، بل إن العدو سمح فقط بوصول المساعدات الإغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية ولم يرفع الحظر الجوي على مطار صنعاء. ناقش اجتماع برئاسة محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم آلية تقنين النفقات التشغيلية لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في ظل الوضع الذي تعيشه بلادنا جراء العدوان الغاشم والحصار المفروض على منافذ الوطن لأكثر من عام. وفي الاجتماع أشار محافظ الحديدة إلى أهمية الالتزام بكل القوانين والأنظمة التي تشرع عمل المؤسسة بما فيها العمليات المالية للمصروفات التي تخص الإدارات التابعة لها. واستعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر الكابتن جمال عايش تقرير تفصيلي حول أنشطة المؤسسة الملاحية والتجارية والدور الذي تقوم به في تحسين الاقتصاد الوطني ورفض خزينة الدولة بالمال العام. ارتفع الذهب اليوم عن انخفاض الدولار بعد بيانات ضعيفة لقطاع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة بما قلص التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وارتفع الذهب 0.4% في المعاملات الفورية إلى 1340.51 دولارا للأوقية بنحو 1.3%، وزاد الذهب في العقود الأمريكية 0.2% إلى 1345.60 دولارا للأوقية. انخفض الدولار اليوم متأثرا ببيانات أمريكية ضعيفة أدت إلى انحسار التوقعات بأن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة هذا العام. ونزل الدولار 0.3% بعدما خسر 0.6% الجمعة، وارتفع اليورو 0.15% بعدما زاد 0.2% الجمعة. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 95، أدنى مستوى له منذ الثالث من أغسطس الجاري.